بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع حلقة جديدة من برنامجكم تسهيل الفقه، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا نافعا لنا ولكم جميعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لازلنا معكم أخواني الكرام أخواتي الكريمات فيما يتعلق في الأحكام المتعلقة بالشهادة، ومن المسائل المهمة وهي المتعلقة بالشهادة وهي قضية أخذ الأجرة على الشهادة. بعض الناس أحيانا يطلب منها أن يشهد فيأبى أن يشهد إلا بمقابل. أولا يجب أن نعلم أن هناك من التصرفات ما لا يجوز أخذ المال عليها، لأن الأصل فيها اليوم الأصل فيها الإحسان، والأصل فيها رد الحقوق، والأصل فيها نصرة المظلوم، والأصل فيها اليوم التبرع، والأصل فيها نفع الخلق، والأصل فيها قضاء الحوائج، والأصل فيها تنفيس الكرب. فلو كان كل إنسان اليوم في مقابل هذه الأعمال الجليلة والعظيمة في نفع الناس يشترط عليها المقابل، فإن هذا سيؤدي إلى قطع المعروف بين الناس وقطع الخير بين الناس. ولذلك نجد في الشريعة هناك أحكام كثيرة لا يجوز أخذ المال عليها. على سبيل المثال، لا يجوز أخذ المال اليوم مثلا على قضية الكفالة، لأن الأصل في الكفالة اليوم هي التبرع، الضمان لأن الأصل فيه التبرع، القرض. قضية اليوم هذه التصرفات لا يجوز أخذ المقابل عليها. قضية اليوم أخذ المال على الشفاعة، تعال والله توسط لك في المكان الفلاني لكن تعطيني والله 1000 دينار، وهذا أيضا محرم إذا كان الإنسان يشترطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نفس هذه المسائل مسألتنا التي معنا في هذه الحلقة، وهي قضية أخذ الأجر على الشهادة. وهذا الصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على الشهادة، لأن الأصل فيها كما ذكرت هي الإحسان والتبرع والنفع. لكن لو قال: والله أنا ما عندي مشكلة أشهد، لكن والله أنا أحتاج حتى أنتقل من بلد إلى بلد حتى أشهد إلى تذكرة الطائرة، إلى أجرة سيارة مثلا، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا يعطى في مقابل اليوم الأجرة، لكن هذا ليس هو مقابل الشهادة، إنما مقابل ما بذل هذا الإنسان من المال حتى يصل إلى مكان الشهادة. قد تكون تذكرة الطائرة أو تذكرة قطار أو سيارة، أجرة سيارة أو غير ذلك، وهذا لا إشكال فيه وليس هو الذي نتكلم عنه. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالشهادة، وهو معرفة العدد الذي يجوز له أن يشهد في القضية المراد الشهادة فيها. اليوم الشريعة ولله الحمد فصلت كل ما يحتاج الناس إليه في قضية الشهادة. في بعض المسائل لابد من 4 شهود، بعض المسائل لابد اليوم من وجود شاهدين، بعض المسائل تقبل فيها شهادة الرجال دون النساء، بعض المسائل يقبل فيها شهادة واحد، بعض المسائل يقبل فيها اليمين مع الشاهد، وهذا هو ما سيكون محور حديثنا بإذن الله عز وجل. لذلك نجد أن الشريعة أعطت كل مسألة من المسائل فيما يتعلق في عدد الشهود حكما خاصا بها. فلو جئنا مثلا عند أعلى عدد ممكن أن يشهد، سنأتي عند مثلا قضية الزنا، الشهادة بالزنا والقذف بالزنا أو مثل الزنا اللواط، وهذه شدد فيها في قضية الشهادة لحكم عظيمة جدا. ومن هذه الحكم اليوم المحافظة على الأعراض وعدم تلويث الشرف وعدم الجرأة اليوم على الكلام في أعراض الناس إلا أن يكون الإنسان متيقن ويكون عنده اليوم يعني يقين، ليس هو وحده وإنما مع 4 شهود يجتمعون في هذه القضية. لذلك الله عز وجل يقول: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 4 شهداء، وليس فقط 4 شهداء، وإنما يشهدون شهادة واضحة صريحة ولا يختلفون فيما بينهم ولا يتناقضون في رؤيتهم الصريحة للفاحشة الصريحة. ولذلك لو رأوا، وهذا مر معنا في مسائل الحدود، لو رأي رجل وامرأة أو رأوا رجل وامرأة عاريين هذا لا يكفي لأن تشهد عليهم بالزنا،
انظر إلى هذه الدقة، لذلك قالوا لا يشهد إلا بشهادة حقيقية أنه يرى الزنا الصريح، عافانا الله وإياكم. للحديث بقية بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وعودة لما كنا توقفنا عنده قبل هذا الفاصل، وهو الكلام على ما يتعلق في قضية عدد الشهود الذين لهم الحق في الشهادة، ولازلنا في هذه المسائل المهمة التي هي داخلة في أبواب الفقه التي نحتاج إلى معرفتها. ذكرنا أنه في حد الزنا، حد اللواط، لابد أن يشهد 4 شهود على الفاحشة، لكن بقية الحدود الأخرى كحد السرقة وحد السرقة وحد شرب الخمر، فقالوا أن مثل هذا يكفي فيه شاهدين، يكفي فيه شاهدين فقط، ولا بد أن يكون هذان الشاهدان من الرجال. ولذلك الله عز وجل لم يقبل شهادة المرأة في هذه القضايا، في قضايا الحدود، لأن الله عز وجل يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا خاص بالرجال، خاص بالرجال. لذلك أيضا يدخل في هذه المسألة، مسألة اليوم قضية الشهادة في الأموال. الشهادة في الأموال جاءت صريحة في سورة البقرة، الله عز وجل يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ففي هذه الحالة تقبل شهادة المرأتين في مقابل شهادة الرجل في القضايا المالية كالقرض والدين، قضية البيوع، قضية الكفالات، قضية الرهن إلى آخره من المسائل المالية. وهنا لاحظوا معي أن المرأة لم ترد شهادتها. بقيت مسألة أيضا يدخل فيها قضية الوديعة، قضية الإجارة وغير ذلك مما ذكرنا. أيضا من المسائل المهمة أنه في قضية الأموال عند حال الضرورة يجوز أن يشهد رجل واحد وفي مقابل يمين أيضا ذلك المدعي. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى بالشاهد ويمين المدعي، وهذا فعله على سبيل الاضطرار، لأن المدعي في ذلك الوقت ما كان عنده من يشهد معه، يعني ما كان عنده شاهدين، إنما عنده شاهد واحد، وهذا وارد أن الشاهد هذا هو الذي كان موجود في وقت الحدث، وقت المعاملة المالية، لكن لم يكن هناك اليوم قدرة على إيجاد شاهد ثاني. فنحن أمام خيارين، إما أن نسقط الدعوة ويضيع حق هذا المسكين هذا المدعي، وإما أن نجعل يمينه تقوم مقام الشاهد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشاهد ويمين، وهذا أيضا في المسائل كما ذكرنا في المسائل المالية. أيضا من المسائل المتعلقة في عدد الشهود أن هناك من المسائل ما لا يمكن أن يطلع عليه الرجال، بعض الحوادث والمواقف لا يمكن يطلع عليها الرجال، وهذه المسألة لا تقبل فيها شهادة الرجال، بل قالوا مثل هذه لابد أن يشهد امرأة، وهذه لها أمثلة كثيرة، مثل الرضاع، الثيوبة والبكارة، اليوم هل هذه بكر أو ثيب، قضية العيوب الداخلية عند المرأة مثلا، هذا قد يحصل في قضية الزواج، قضية الولادة، استهلال المولود أنه تكلم أو صرخ أو آسف صرخ أو بكى أو عطس أو غير ذلك، هذه قالوا تكفي شهادة المرأة منفردة. لماذا؟ قالوا لأن مثل هذه الأمور لا يمكن يطلع عليها الرجال، الرجل من يعرف قضية البكارة والثيوبة، من يعرف قضية أنه والله فلانة رضعت ولم ترضع، فهذه خاصة في النساء، فلو شهدت امرأة واحدة قبلنا شهادتها ولا نحتاج لشهادة رجل آخر معها أو نساء أخريات. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة وأخبره أن امرأة جاءت فأخبرته أنها أرضعته وأرضعت زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، يعني كيف تطيب نفسك في البقاء معها وقد قيل إنها أختك من الرضاع، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرأة الواحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وبإذن الله عز وجل ألقاكم في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.